رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، تصنع في البشر رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سفر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سفر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، لك القصة آثار، تمهل في النار، تأمل في العبار، رحلة عمرك ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، رحلة عمرك ألوان ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان. صبحك الله بالخير يبا. صبحك الله بالنوم. يلك يلك يبا. رحم الله. حبيبي أمير، شو أحوالك؟ هلا يبا، أكنت أشوف؟ تقول لي ما تشوف؟ أشوفك بقلبي يا ولدي مو بعيوني. الله يحفظك يا يبا. يما أمير. هلا يما. أنت ما تفكر في العرس؟ أحد ما يفكر في العرس يا يما. يلا خليني أشوف عيالك قبل ما الله ياخذ أمانته. ليش طولة العمر يا يما، ويبلغش فيهم وتفرحين فيهم إن شاء الله. إن شاء الله. هو أخوك. هلا أخوك. وش أخبارك؟ الحمد لله. أبغيك توديني الدكان. حاضر، من عيوني هادي قبل هادي، بس لحظة شوي. Thank you.
والديك. والديك يا جاري. اذا ايش تامرني على شيء انا موجود في الدكان. حوك يلا ما مال يلا بمر عليك بعدين ها؟ ان شاء الله. يلا. هيا. يلا. يا هلا يما صباح النور. صباح شباب النور. يا الله اخذنا لين غفور. صباحكم الله بالخير. سلم عليكم جارتنا ام علي. الله يسلمها ان شاء الله. الله يسلمها. هذا ايش جايب لنا؟ طماطه. ايه طماطه يا ابوي طماطه. تخلي الطماطة عليكم كان فيه خبز ويا شاي في خبز ايه بس هذا هو منغمس صب لي شاي يا ولدي شالي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ابو حسن السلام عليكم ابن حمود. هلا هلا حياك الله. وش احوالك؟ تمام الحمد لله. اجي ما عليك امر بس نجيب جاري دكانه. امر يلا امشي. يلا 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 شجاري الله يرحم الله والديكم يلا فما الله امير يما امير نعم يما روح جيب الأغراض من بيت جارتنا أم علي إن شاء الله إيش فيكم؟ بتمشي شفيكم قاعد تطنزون؟ صق ما تستحون خير أتنزي بي الواحد شاب من ولدي علي انا امير يا يبو امير امور حبيبي كيف ما رحت المعلم عيوني امير ليش ما ترد على أبوك؟
أمير أنا تعبت، تعبت من الناس، تعبت يا أيوبة تعبت. آخ يا ولدي لا تحط حالك وحال الناس، اهتم في حالك يا ولدي. شلون ما اهتم في الناس يا أيوبة شلون؟ وهم تعبين بنظراتهم، واحد يضحك علي، واحد يستهزئ فيني، واحد يلاحقني من مكان لمكان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ولدي خليك في حالك، لا تهتم فيهم يا ولدي، لا تهتم في حكيهم، تحملهم في الحلوة والمرة، صغيرهم وكبيرهم، بس انت اهتم في حالك، اهتم في نفسك يا ولدي. يبا عيون أبوك. يما قول يما، انتون شفتون شكلي في حياتكم؟ يا ولدي أنا من انولدت وأنا ضرير ما أشوف، وهم عرست على أمك بعد وهي ضريرة، جبناكم ربيناكم لما كبرتم وعلمناكم. يا ولدي صدق أنا ما أشوف، بس هذه قسمة الله وكتبة الله. أنا أبغيك يا ولدي تهتم في روحك، ما يهمك من الناس، بس أنا شفتك، أنا شفتك يا ولدي في قلبي في روحي، فأنا أبغيك يا ولدي لا تنسى وصيتي إليك، عيش حياتك ولا تهتم في الناس، خل الناس في حالها، اللي بيقولونه يقولونه، فهمت يا ولدي؟ الله يخليك، الله يخليك. بس أنا شفته، أنا شفتك يا ولدي في قلبي في روحي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. تحملهم، تحملهم يا ولدي، تحملهم في الحلوة والمرة، صغيرهم وكبيرهم، بس انت اهتم في حالك، اهتم في نفسك يا ولدي. حطنا ربي يا خبز. مساك الله بالخير ابو جميل. والسلام. هلا هلا. عطنا ربتين خبز مع الكمر. اصطفوا ياهم ان شاء الله. احوالكم؟ زين. انت مولد حق احمد؟ ايه ولد حج احمد. وينك ما نشوفك في الفريق؟ ما تبين. بلا اطلع بس مو واجد. يعطيك العافيه، سلم على ابوك حج احمد. الله يسلمك ان شاء الله. عطنا الخبز. ها تفضل. بسرعه بسرعه. يلا ابو جميل والخبز لنا. اصبر له. والله الحالة. أمير؟ يما شكله نايم نوم العوافي، وأحلامك كلها سعيدة يا رب. ولا تنسى وصيتي إليك يا ولدي، عيش حياتك ولا تهتم في الناس، خل الناس في حالها، اللي بيقولونه يقولونه، فهمت يا ولدي؟ Thank you.
هلا يبا هلا. أنا تعبت، تعبت من الناس، تعبت. يا وش مكتب قطعك تسم. أنا شفتك يا ولد، شفتك في روحي في قلبي يا ولدي، عيش حياتك وخلك من الناس.